إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نترككم على مدى 3/4 ساعة مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها لنا الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم بتحية الإسلام، تحية الحب والسلام، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح الإسلامي زمام الرملة، مدينة بنها في محافظة القليوبية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من الحاج عبد الحليم القمحاوي، رئيس مجلس إدارة هذه الرحاب الطاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يسرنا أن يكون معنا متحدثا في هذه الأمسية الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعنا مجتهدا المجتهد الشيخ عبد الرحيم دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، من هو المؤمن العزيز؟ المؤمن العزيز هو الذي يحقق العزة التي أرادها ربنا تبارك وتعالى لعبده المؤمن المسلم التقي النقي. المؤمن صاحب العزة هو الذي يركن دائما للكلم الطيب ويتنافس في تحقيق الأعمال الصالحات. نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله العزة.
What?
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ شيخ قطب أحمد الطويل في مستهل نقلنا لهذه الأمسية من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح الإسلامي في زمام الرملة مدينة بنها في محافظة القليوبية. أيها الإخوة، من روضة القرآن الكريم تعالوا إلى بستان العلم والعلماء مع هذه الكلمة يلقيها الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نتعرف على أهم الدروس المستفادة من تلاوة هذه الأمسية. الحمد لله رب العالمين، هو القائل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه تفرد بالإيجاد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه خاطب الإنسان من خلال قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل لا يعرف حقي إلا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وسار على هديه وضربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون، هل الإسلام يعرف منك أم أنت تعرف بالإسلام؟ عار عليك. الله غني عني وعنك وعمن خلق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من هذا المنطلق الإسلام شوهنا صورته ونحن ننسب للإسلام والإسلام منا بعيد. إنه دين الله الذي ارتضاه لأنبيائه كما أن القرآن كلامه والإنجيل كلامه والزبور كلامه والتوراة كلامه. ومع ذلك جاءت المذهبية والطائفية والقول المغرور يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم من خلال ثقافات مشوهة
لا تقم على أساس وليس لها أساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ هل نتفهم؟ هل ننتمي إلى الله وإلى دين الله الذي انتمى إليه أنبياء الله؟ فالإسلام دينه والمذهبية مني ومنك. فلا تعبد الله عز وجل بفكر بشري مردود، ولكن اعبد الله عز وجل بدين الله وبفطرتك الكائنة فيه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. إذا انتمي لربك وتدين بدين ربك وكن كما سماك ربك ولا تكن كما سميت نفسك. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالإسلام ليس صلاة وزكاة وحج وما شابه ذلك، بل عين الدين هو معاملة المخلوق لله عز وجل. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا مال. قال: لا، المفلس الذي يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا فتؤخذ من حسناته حتى لا يبقى له من الحسنات شيء، ثم تطرى عليه سيئات الآخرين فيهوى بها في النار. الدين ليس سجلا بل مخبرا كائنا بك وبداخلك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا الصلاة فرض، صل فإنك لم تصل، والزكاة فرض، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والحج يرد، حججت البيت ليتك لم تحج، كاد البيت منك يهج، ذهبت بزيل ذنوب ورجعت بزنزين وخرج. والصوم قد يرد، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطف، ورب قائم بالليل ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. إذن الإخلاص في العبودية والانسلاخ من البشرية والتمسك بالإنسانية هو عين المراد بالدين. فإذا أردت أن تفهم دينك فلم تفهمه عن شخص بل افهمه من داخلك. استفت قلبك، وإن أفتوت الناس وأفتوت، كن تقيا ورعا تلتزم باب ربك حين يكن لك ما يكون من إرادته فيه. فإذا انسلخت من كيانك وأعضائك وصرت بالله متجها إلى الله صارت الوجهة لله. انطلقت من قول الله لنبيه الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو نظرت إلى كينونة وجودك لا ترى لك وجودا إلا بالله،
فلولا الله ما كنت في حركاتك وسكناتك وتنقلاتك. فالله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. فمن أين تفر؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إخواني في الله وأحبابي في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول وأنا في أشد الحرج، لقد شوهنا صورة النبي وشوهنا ما جاء به من دين قائم على العدل وعلى الحب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلنا وليس كهيئتنا. ومن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، من عظمته، أن الله خاطبه في القرآن الكريم في صور ارتفعت عن العقل البشري المحدود في هواه الفكري، ارتفعت. فالله عز وجل عظم نبيه، وتعظيم الله عز وجل لنبيه يجب علينا أن نعظمه كما عظمه خالقه وموجده وخالقك وموجده. يجب عليك أن تعظمه كما عظمه الله عز وجل. وكفانا في ذلك ما قال الله تعالى فيه على وجه الامتنان: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوه وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكفاه شرفا وفخرا ورفعة من خلال قول الله له على سبيل الإعلاء: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الموحدون، عش ما شئت فإنك ميت. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصابر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صافر. هي الدنيا، هي الدار، ما الأنفاس إلا نهائل لديها، وما الأجسام إلا عقائر. إذا الدنيا إذا أحسنت يوما أساء الضحى غد، فإحسانها سيف على الناس دائر، ترب الفتى حتى إذا تم أمره دهشت كما رب البهيمة جازر. لها سرة في كل حي وما لها، على طول ما تجني على الخلق واتر، كثيرة ألوان الوداد ملية بأن يتوقاها القرين المعاشر. فمن نظر إلى الدنيا بحكمة ناقد درى أنها بين الأنام تقامر. نسأل الله عز وجل بأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبكل دعوة دعاك لها نبي من أنبيائك فاستجبت له، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتب علينا وعلى العاصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المتحدث الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ضمن فقرات هذه الأمسية التي نشرف بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح الإسلامي زمام الرملة في مدينة بلها في محافظة القليوبية.
أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا بحضراتكم إلى الثمرة الثالثة والأخيرة من ثمرات هذا اللقاء الإيماني المبارك، إنه الدعاء إلى مولانا تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. معنا معكم المجتهد الشيخ عبد الرحيم دويدار. الرسل الكرام
فبشرت وملائك الرحمن سلفك سجدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين. استمعنا أيها الإخوة إلى هذه الابتهالات، قدمها المبتهل الشيخ عبد الرحيم ديويدار في ختام نقلنا لهذه الأمسية من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح الإسلامي زمام الرملة في مدينة بلها بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الختام لكم تحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي أحمد نجم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.